يحتضن ملعب حماد العقربي في رادس قمة تونسية خالصة بين النجم الساحلي وضيفه الترجي في المجموعة الثالثة بدور أبطال إفريقيا، ولا مجال أمام الفريقين لأي خطأ، فالخاسر في المباراة ستتقلص آماله على نحو كبير، إذ يتصدر المجموعة بيترو أتلتيكو الأنغولي صاحب 9 نقاط، ويأتي الهلال السوداني ثانياً برصيد 5 نقاط، بينما يحتل الترجي التونسي المركز الثالث برصيد 5 نقاط، وأخيراً النجم التونسي ب4 نقاط. وسيكون الترجي بهوية فنية مختلفة إفريقياً بعدما تولى البرتغالي كاردوزو الإشراف على الفريق بدلاً من طارق ثابت. كما دعم فريق بابي سوقية صفوفه بالثنائي لاعب الوسط التوغولي روجي أوهولو والجناح الكونغولي أندري بوكيا، ويعول كاردوزو أيضاً على البرازيليين المهاجم رودريغو وصانع الألعاب يان ساس، ويغيب عن فريق جوهرة الساحل المتوج باللقب عام 2007 محمد أمين بن عمر بداعي الإصابة، ما يربك حسابات المدرب أحمد العجلاني، إذ سيعتمد على عناصره الاعتيادية ولا سيما أسامة عبيد وياسين الشيخاوي والكاميروني جاك مينبي. وستكون نتيجة اللقاء مفتاح التأهل للدور الربع النهائي، حيث سيصبح مصير الفائز بين يديه، وسيتحول النجم الرياضي الساحلي المتوج بالمسابقة في نسخة 2007 إلى لواندا لملاقاة المتصدر بيترو أتلتيكو، فيما يستقبل الترجي الرياضي التونسي بطل إفريقيا في 4 نسخ سابقة على ميدانه الهلال السوداني.